ماشي، اوكي ان شاء الله. اوكي، لسه ماما. الله يخليك يا بنتي. بسلام بابا. بس يا اخي الحمد لله. مريتيش مش نقعد؟ لا انت قاعد ما قعدتش. يصلي علي خلقك، سايب الكرسي. اعطيني الكرسي. اعطيني الكرسي. كلم فيك هذا الكرسي. شفت الكرسي هذا يا اخي نورمال. ما شاء الله. اعطيني الكرسي. اي مريتيش مش نقعد انا. مستريح حكي. الحمد لله. مستريح حكي. الحمد لله. بارك الله فيك. شو نجيب لك قهوة ولا شاي؟ ايش يبي هذا؟ شو تبي؟ سافا؟ انت لاباس؟ الحمد لله. انت لاباس؟ ما لبنيش ترونسبارون انا قدامك. بو يبي كرسي، عجبه الكرسي هذا. قال لي استغفر الله العظيم يا رب. نرمال انت يا تفضل. انا نبيه الكرسي اللي بو. لا تدي لشيء كرسي. اعطيني الكرسي اللي بدي. سايب الكرسي نرمال انت. اعطيني الكرسي. سايب الكرسي. اعطيني الكرسي. نرمال انت يا اخي. راجل كبير، شنو المشكلة؟ كان يا بنت راجل كبير، ما تقول لي سامحني عايش خويا اعطيني الكرسي. انت قاعد ما قعمستش عليه الكرسي. انت ما قعمستش عليه الكرسي. ما قعمستش، قعمستش القاعة. انا شو رايك انت؟ باهي، شنو المشكلة؟ ما فيك شيء. دقيقة بس، دقيقة بس الراجل يعمل. دقيقة ما رديتش كيفاش تقعد انا يا اخي. هذا كرسي كيكة. شنو تشرب بوي؟ مش نبي شو اشرب نتاعك باش تحكي يا اخي. قهوة. لا لا مش كويسة. نورمال انت في راسك. ما صار لك شيء. ما صار لي شيء. ما صار لي شيء. ما صار لك شيء. ما صار لي شيء. ايه علاش تجي تكسرني دلوعي؟ ما لاباس. ما تكسروش دلوعك هواك. ايش تبي؟ ما شاء الله عليك. ايش تبي البنت؟ على الكرسي. يا بنتي في كراسي، مثلا الدنيا مليانه كراسي. فوتها ما تعدلش عليها. دائما مشاكلنا العرب بالكراسي. شفتي بيه؟ ما صار لك شيء. اهو الكرسي، اهو الكرسي الازرق هذاك. انا ما شفتش. شفتك تحت ما شفتنيش. برا قاعد. هز الكرسي ما تجيش هكا. الكرسي هذا يبي قاعد. اعطيني الكرسي. والله ما تراه. اعطيني الكرسي. برا امشي بعدني. اهو كرسي. برا الكل راح. كرسي. بحذيه كرسي يا ابو. يا راجل كبير خليه قاعد على الكرسي. انت قاعد شباب. يا اخي نورمال انت. شوف لي قهوه. انت ترضاها؟ شنو المشكله؟ لحظه خليني اسال شنو يشرب. شنو تشرب؟ انت ترضاها لباس انت حقيقه؟ انا ما نطيحش. خليه راجل كبير قاعد على الكرسي. انا عندك شيء على تحت ملي قاعد. عادي ما صار لك شيء. شنو تشرب بوي؟ قهوه بنتي. قهوه؟ لا لا تاخذ في الدوام مش كويس. لا قهوه. نورمال انت في راسك انت وبوك ولا شنو حكايتك؟ خير. اهو كرسي. بالكرسي. انت توا يا بنتي سويت لنا دوشه. شنو درت انا يا ابوي توا؟ دوشه سويت لنا. صاحب الكراسي في اداب، في اخلاق، في خبره، وفي فن. لازم تتقرب من الشخص كيف اللي حتسحب منه الكرسي. لازم في صداقه. والله عشان ما ياخذ باله منك. لما تسحب لازم ينزل على الارض. معلم. لا الدواء الضغط ما تاخذه الا لما تاكل الدحيه. لا الدحيه ما الدحيه. لا القلب راجل كبير تعمل هكا تلعب بفضلك انت. ايش فيه؟ قول على فوائد الدحيه. قول انا مش دكتور انا هنا. بلاش تبي يا حلو 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 حل
راسي. يا ان شاء الله عليك. حلو الجو اليوم شمس. والله هذا ابوي. انا ابوي ولا امي حبيبي ابوي. كسر لها راسها المرة. هلا عينيك هلا عينيك. كنت معانا في كاميرا خفية. وين الكاميرا؟ على قناة 218.